والله ان شاء الله نقول نخلص ويتغير هالحكومه، تتغير من حكومه لا احسن، لانه الف كسور مليار دولار وين راحت؟ سبب العراق نحو الأسوأ، كنا احسن صرنا أسوأ، وان شاء الله تصير احسن. ديمقراطيه بحته الانتخابات، بس نريد هالوجوه تتغير، تجينا وجوه غير وجوه ان شاء الله، ويتغير العراق ويصير نحو الاحسن، هذا نريده. احنا اليوم اجينا على مود نغير هاي الوجوه اللي صار لها 15 سنه نايمه على الشعب العراقي وعلى قلبهم، يعني لان ما شفنا من عندهم كل خير صراحه، يعني فيا ريت يعني يا ريت، ولو احنا عندنا مشكله براس القوام، يعني انت حتى اذا انتخبت الوجوه الجديده اوكي، بس هو هم تابع راس القائمه هم راح يطلع. والله احنا يعني الحقيقه جينا بكل اندفاع، لان احنا حبينا التغيير، لان صار لنا كم سنه واحنا هذا، بس نقول تفائلوا بالخير تجدوه، ملكت ان شاء الله، ان شاء الله صوتنا ما يروح حرامات ويتغيرون هالفاسدين ذولا، لانه تعبنا حقيقه، فاريد ان شاء الله نغير الانضباط اكثر بالطريقه يعني التصويت، يعني انضباط اكثر من ذي قبل يعني، والشباب متعاونين جدا، وان شاء الله ان شاء الله الخير اللي قدام.